وزينها على ما باسم زايد شيدة وفي احتفالي لي بناها يوم بكر حلمها لين وصل. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين، انطلاقاتنا متواصلة، تحدياتنا مستمرة في هذا اليوم وفي هذا الصباح الكبير بانطلاقات أشواط سن الثنايا وانطلاقاتها وتحدياتها الكبيرة في ختامي الوثبة لعام 2024، حيث تنطلق هذه الشعارات الغنية عن التعريف الحاضرة والمتنافسة من أجل الفوز، من أجل الانتصار، من أجل التنافس الشريف ومن أجل الناموس الغالي. من هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة أقوى الميادين وأكبرها ينطلق على بركة من الله وتوفيق هذا الشوط، شوطنا 12 الخاص بثنايا الإبكار المهجنات، ليتابع هذه الأسماء وليتابع انطلاقة الشوط. تم على المركز الأول سعيد بن صالح بن سعيد البريصي المري يتقدم هذا الشعار، شعار بالراية ينطلق في هذه اللحظات على المركز الأول. الدور والنقلة هناك إلى المركز الثاني ليتابع سجة محمد بن هاش البراشد الخاطري، يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني. والمركز الثالث أتابع الهجوم والقدوم في هذه اللحظات من صوغة راشد بن مصبح بن بطي القايدي، يتقدم في هذه اللحظات، أو عفوا هنا غزة أحمد بن محمد بن أحمد المناعي يقدم لنا غزة، يهاجم بها على المركز الثاني. بينما المركز الثالث أتابع القدوم والوصول هنا من متعبة وعبيد بن حمد بن عفصان المنصوري على المركز الرابع، بينما المركز الخامس أتابع القادمة هي مسكتة سالم بن سعيد بن غدير الاكتبي على المركز الخامس. هذه هي الخمس المراكز الأولى، أتابع الأسماء الحاضرة هناك على المركز السادس في هذه اللحظات. هذا شعار مسري من سالم العرطي على ما يبدو لي من واقع الشعار إنه يتقدم بهذا التقدم وبهذا الانطلاق. نعم، أو هناك عتيق بسالم بن عبيد بالعرطي يقدم لنا غيوم على المركز السادس والمركز السابع، شعار بن غدير يتقدم في هذه اللحظات مع العبية حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، شعار الواثق قادم وبكل قوة على المركز في هذه اللحظات بانطلاقته وحضوره على المركز السابع. المركز الثامن أتابع الوصول والقدوم من بلشه جابر بن سالم بن جابر بن علي بن فاران، يتقدم في هذه اللحظات ينطلق على المركز الثامن. والمركز التاسع تدخلت في هذه اللحظات، غيرت وانطلقت في هذه الأثناء الراسية راشد بن سيف بن حمد الشعالي العليلي، ينطلق في هذه اللحظات هنا بانطلاقة شعاره وبحضوره على المركز التاسع والمركز العاشر. هذه هي معزة مكتوم بن سعيد بن منانة يتقدم بحضوره وبانطلاقة معزة على المركز العاشر. هذه هي الأسماء، هذه هي الشعارات، يا من تتابع ويا من تراقب للمراكز العشر الأولى الحاضرة وبكل قوة. ونداؤنا الأول المسموح به للمراكز العشر الأمامية، حيث هناك العودة من جديد، حيث العودة من جديد إلى صدارة الشوط وإلى مقدمة هذه الأسماء، حيث ما زال بالراية على المركز الأول يتقدم بتقدمي تم وانطلاقتي تم يا براية تم. هناك تنطلق بالصدارة وبالمركز الأول سعيد بن صالح
بن سعيد البريصي المري يتحرك بتقدم وبانطلاقة الشعار على المركز الأول وعلى صدارة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، يتقدم بشعاره، بشعاره الجميل الذي له حضور دائما، شعار سعيد بن صالح. بن سعيد البريصي المري يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني، شوف الهجوم من سجه، سجه القادمة في هذه اللحظات، محمد بن هاشم بن راشد الخاطري يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الأيمن تتقدم بشعار بغدير القادمة، والمنطلقة هي مسكته وسالم بن سعيد. بغدير الكشبي يتقدم على المركز الثالث. الدور دور اللي على المركز الرابع، تقدمت غزة، أحمد بن محمد بن أحمد بن رمل المناعي يتقدم ويهاجم بشعاره على المركز الرابع. المركز الخامس، راعي عطوه قادم في هذه اللحظات، يتقدم في هذا الشوط، يندفع مع هذه الأسماء، مع هذه الكوكبة الخطيرة، ينطلق بشعار متعبة. عبيد بن حمد بن عفصان المنصوري على المركز الخامس. أسماء جميلة تشاركنا في هذا الشوط بحضورها، بانطلاقتها، والتنافس على المراكز الخمس الأولى محتدم ما بين هذه الشعارات. المركز السادس، شوف القادمين، شوف الواصلين، وصلكم شعار بالعرطي يتقدم بغيوم. عتيق بن سالم بن عبيد بالعرطي هو أول القادمين، أول الملاحقين لهناك للمراكز الخمس الأولى، يقدم لنا غيوم. المركز السادس، الراسية قادمة، قادمة مع لوحة الثلاثة، كيلومترات، ثلاثة كيلومترات تتبقى يا من تتابع، يا من تراقب هذا التحدي. هناك بانطلاقة الأسماء، المركز السابع كما ذكرت هي الراسية بشعار راشد بن سيف بن حمد الشعالي. العليلي المركز الثامن، شعار الواثق، واثق المضمرين، قادم بالعبية على المركز الثامن، حمد بن راشد بن حمد مغدير الاكتبي. والمركز التاسع، وصول وقدوم من سلهودة، أول نداء لسلهودة، عمير بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني، قادم 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 على المركز التاسع، قادم المشغوني من أجل الفوز والناموس. المركز العاشر، اختتم بها هذا النداء وتابع مثايل، وصلت مثايل علي بن محمد بن سعيد النابت المري، يصلون أبناء ميدان التحدي، يصلون أبناء ميدان الشحانية، ينطلقون بمثايل في هذه اللحظات على المركز العاشر. ولكن شوف الأسماء، شوف الشعارات الواصلة، شوف شعار زاخر، وما أدراك ما زاخر، قادم شعار الموسى، يتحرك بكل قوة باسم جديد في هذا الشوط، وأسماء قادمة لا محالة، قادمة هي لا محالة من أجل الفوز. بدأوا يتحركون للثنايا، بدأوا يتحركون، بدأوا يتسارعون من أجل الفوز والناموس والانتصار. المركز الأول، بشوف، بشوف اللي على مقدمة الشوط، سجه 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 محمد بن هاشل بن راشد الخاطري، يقدم لنا سجه. شوف هذه الأسماء، شوف هذه الأعداد القادمة المتنافسة في شوط الثنايا الأبكار المهجنات، بدأت تقترب الأسماء. المركز الثاني، غزة، غزة بدأت تغزو المراكز الأمامية، كيلو ونصف الكيلو يا من تتابع، أحمد بن محمد بن رمل المناعي، ولكن شوف بن غدير قادم وبكل قوة يتحرك في هذه اللحظات، وبالراية راعي تم، راعي تم ينطلق في هذه اللحظات. سعيد بن صالح، بسعيد البريصي المري
ايوه القدوم من الذيبه، الذيبه قادمه، موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى وشعار المجازف، مرحبا بهذا الشعار وبانطلاقاته، مرحبا بهذا الوصول، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ينطلق المجازف وسعيد، وايضا شعار بن العرطي وشعارات بن منانه الكيلومتر الاخير، هلموا يا اهل الثنايا، هلموا يا اهل الثنايا الى الفوز والى الناموس الى الامجاد والى التاريخ. الموسى 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 من الجانب الايمن ينطلق من الانطلاق الاول، الذيبه وموسى بن عبد العزيز الموسى يتقدم في هذه اللحظات، روح يا بن نايع يا الجحافي روح، تموا بالراية على المركز الثاني، يهاجمون ابناء المملكه، ينطلقون ابناء المملكه، هل السيح هل السيح، ينطلقون بهذا المستوى، تموا سعيد بصالح بسعيد بالرايه 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 المري، 500 متر اخيره اندفعت منذ البدايه على المقدمه وعلى الصداره، تعبى ان تسلم الناموس، تعبى الا الفوز والانتصار بالرايه بهذا الشعار التاريخي، بهذا الشعار الكبير، لطالما صال لطالما جال على ارضيات الميادين، من منانه على المركز الثاني، من منانه على المركز الثاني، واصل مع تعزيز، ولكن تم الفوز للبريس، تم للبريس، تم مع تم، سلامي عليك يا سعيد، يا ابو صالح يا ابو سعيد، يا البريصي يا المري يا برايه يا راعي، تم على هذا الفوز، سلامي عليكم يا اهل السيح، سلام. المركز الثاني تعزيز حضرت بالمركز الثاني بانطلاقه سعيد من منال المغدير، والمركز الثالث لحظه الوصول على المركز الثالث في هذه اللحظات انطلاقه الذيبه على المركز المركز الثالث كانت انطلاقة الذيبة موسى بن عبد العزيز بن عبد الله موسى، المركز الرابع كانت السريعة بشعار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز الخامس وصول سلهودة عمير بن سيف معضد بن سيف المشهور تاني والناموس للجميع. التوقيت الزمني لحظة وصولي تم 12 دقيقة 35 ثانية بدون أجزاء من الثانية، تم بشعار سعيد بن صالح من سعيد البريصي المري بالراية، انتزع ناموس الشوط بكل قوة. المركز الثاني تعزيز توقيتها الزمني هناك بالانطلاق 12 دقيقة 36 ثانية أو 35 ثانية، 6 أجزاء من الثانية كانت تعزيز بشعار سعيد بن منانة بن غدير، والمركز الثالث 12 دقيقة 35 أو 36، 9 أجزاء من الثانية اللي كانت على المركز الثالث هي الذيبة بشعار موسى بن عبد العزيز الموسى، تحليل وناموس للجميع.